السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو الثلاثاء المصادف 10/10 عام 2023، واليوم احنا الان اللي تشاهدون امامكم هو مسجد الغمامة. نشد الرحيل الى عالم مجهول، ونحزم امتعتنا ونسافر لنكتشف البلدان ونصور كل شيء، التاريخ والآثار والسياح. أنا الرحال العراقي. مسجد الغمامة، القصة مالته المعروفة بأنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يصلي صلاة الاستسقاء، فصارت يعني فوق رأس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غيمة فأظلت على رسول الله، فسميت بالغمامة التي أظلت وحجبت ضوء الشمس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمطرت، ولذلك سمي هذا المسجد بمسجد غمامة. مسجد الغمامة، هذا مسجد الغمامة. ها يا حمام المدينة صلوا على نبينا. اللي تشاهدونه هو قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبعدها تتجه إلى من باب 38 تتجه إلى مسجد الغمامة، وأيضا يسمى مسجد المصلى. أبو كرار يقول هو آخر المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيدين والاستسقاء، كما صلى فيها وعرف هذا المسجد بالمصلى، وتطلق عليه وعلى المنطقة المحيطة به حد سوق المدينة في العهد النبوي. اللي تشاهدون أمامكم مسجد الغمامة. هذا شنو المسجد؟ السلام عليكم.